قتل شاب من أبناء منطقة كرش التابعة لمحافظة لحج برصاص مسلحين اليوم أمام نقطة تم استحداثها قبل عدة أسابيع بالمنطقة. وقالت مصادر مقربة من أسرة القتيل إن الشاب عثمان الحربي قتل برصاص مسلحين قاموا باستحداثها بالمنطقة قبل عدة أسابيع أثناء ما كان يعمل على متن دراجته النارية. هذا ونقل جثمان الشاب إلى ثلاجة إحدى مستشفيات مدينة الحوطة. إلى ذلك قال مصدر أمني إن المتهمين لا زالوا فارين من وجه العدالة، مضيفا بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بالبحث عن المسلحين وتقديمهم للعدالة.